حياكم الله أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. سعدنا هذه اليوم لقاءنا الجديد، إن شاء الله نستفيد من عنده. هذه توشيبا استوديو مثل ما أعرف 2050 سي. هذه الطابعة مشكلتها شنو؟ مشكلتها مع أنه تطبع بهذه الطريقة، وهذه الورقة بهذه الطريقة. زين، هذا النمراتور يعني العداد مالتها مال الطباعة، سحبناها وسحبنا بالكالبريشن مالتها يعني المعايرة، سحبنا هاي الورقة منها بنفس الحالة تنطي، فسخناها زين مثل ما بين عندكم. فتحنا هذا مال التونر الزائد، وفتحنا مكان تشوفون مكان فارغ، هذا يعني مكان مليان هنا، هذا مكان فارغ اللي هو شنو؟ اللي هو الديفلوبر. فتحنا الديفلوبر وطشرناه، وهسه الديفلوبر عندنا فارغ مثل ما بين عندكم. راح ننظفه، المشكله انه هو الديفلوبر. هذا هو الديفلوبر مال توشيبا. حقيقه فتحنا، تذكرون انتم يعني فتحنا وكلش يعني انشغلنا به. كانت الورقه يعني مثل ما بان عندكم، الورقة كانت بها تطلع بها آثار، الورقة تطلع بها آثار. فطبعنا الورقة بصورة صحيحة، يعني قصدي سوينا الديفلوبر، كملنا أموره على حسب الأصول، لكن الديفلوبر نظفناه على حسب الأصول وكذا. طبعا الورقة كانت مثل ما تعرفون، كانت هاي الورقة زين تطلع بها أشياء تموجات نشوف. المهم نظفنا الديفلوبر على حسب الأصول، ورجعنا به الديفلوبر، وضفنا له التوز الأسود، لكن مع الأسف يعني طلعت هذه الطريقة، طلع الأسود كلش كلش خفيف يطبع. المهم فش سوينا؟ جبنا الديفلوبر طالتنا، شلعنا من مكانه، فتحنا الديفلوبر وفتحنا هذا النقاط مالت مثل ما بيناتكم. هذا مال التونر الزايد، هذا هو الديفلوبر الاسود مال اللون الاسود. جبنا ديفلوبر جديد وخليناه بمكانه الديفلوبر القديم، وشغلناها الحمد لله والشكر، وطلعت عندنا هذه النتيجه الحلوه. ليش؟ لانه ارتاحينا يعني هذا العطل، ضوجنا خابرنا على شو اسمه يعني الشركه، شركه توشيبا نفسها والمخونين بها في تركيا، وسالناهم على العطل نفسه، فودونا على مكانات ثانيه ما اريد احكي، بس دوخونا وخربطوا عندنا الشغل. المهم فرجعنا سويت تتبع جديد للموضوع، واذا هو الديفلوبر عاطل. الحمد لله بدلنا هذا القديم، بدلنا واستقرت الطابعة، والحمد لله رب العالمين. طابعتنا توشيبا مثل ما رفعتكم، طابعة توشيبا طابعة غالية كلش، قطع غيارها غالية. استوديو 2050 سي، وكانت نهاية الحمد لله معاناتنا ويا العطل لهذه النقطة. وأهلا وسهلا بكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى بفيديو ثاني، وأسأل الله أن يفيدكم هل تنتفعون بهالفيديوهات، وإن لقاء ثاني إن شاء الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.